قبل ما تقفل بس يا كابتن اسلام، يعني بنقول لمجلس اداره النادي الاهلي شابوه على القرارات اللي خدها النهارده، قرارات محترمه. ودايما النادي الاهلي بيعلم اجيال. النهارده لما تلاقي النادي الاهلي ساكت كل الفتره اللي فاتت بيطلع بس ببيان. النادي الاهلي مش جعجاع ولا بتاع صوت عالي، لا، النادي الاهلي الحمد لله عندنا مجلس اداره كامل محترم، ناس بتقدر يعني الكلام اللي بتقوله. ففعلا النهارده قرارات كلها محترمه، ويعني حاجه اسلجت يعني قلوب الاهلاويه. تمام، شكرا.